ايه يا راجل، اسمعيني بقى يا بنتي، انتي مش فاهمة ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبة وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكرة كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسة اصلا متأخرة ولازم تفضلي النهاردة. شوية فول بقى يا باشا، عمولة مخصوص من عند الجحش. كفتر حلمي دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بلد كده. وبعدين يعني كان اتعلمنا مع حضرتك ان دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى، لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمريتي ده، انت الاحمرية، انت بالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك يا روح امك، احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا امشي من هنا، برا. بيتك ولابس بدلة فوتي. انا بدلة مين؟ ايه العبادة دي؟ لا ادي بقى دي حد ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع لحد ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هسيبك. هتقلع الكرافات
الشنطه وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانيه. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟ يا الست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش محسن بيه، استاذ دبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء واحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء واحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي ها، مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خدي اديها هديه لمواجهة هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدين. اه خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية، انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة.
تعرف يا باشمهندس هتحقق القعده جنبك دي جوزها مفتري دي لا دي ايه دي عمرها الافتراضي خلص لا اللي جنبها اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رننها علقه موت تقوم سايبه له البيت وغضبانه ما يفوتش كام يوم الا لو تيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني بلا وترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله يا ابني استهدى بالله ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه ولو غرقت يا سيدي هديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على سته بس اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحه وفي الجايه العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص لقد حتفاء المناقشه بالنسبه لهم مالها المناقشه لقد حتفاء المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده اه لقد حتفاء الواد من دول عنده انه يموت بره ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانيه مين فلتو ثانيه اه فهمتوا ثانية لا فلتوا ثانية دي بتاعت الراجل الكبارة دوت اللي خد نوفل خد نوفل ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو اقسم هنا يا باشا يلا بسرعة ايه وبعدين ما تنزل مين انا هو في حد غيرك ولا ايه اوعى تكون فاكر نفسك باشا هلا ده انت راكب صفيحة زبالة انت شكلك مصرصر ياض اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق انزل جايلك ها؟ جايلك اما اشوف انت مين. حلو قوي هنقضي السهرة صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقة كمان. ماشي 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 باشا باشا انا اسف يا باشا ارجوك تسامحني يا باشا لا 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 اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا الله يخليك انا اسف يا باشا لا 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 انا اسف قول لي مسامحك يا باشا انا مسامحك قول لي مسامحك تاني بس اوعى تاخدها كلها ها يعني مش مره واحده حاضر يا باشا ها حاضر عمرك يا باشا مع الف سلامه رأفت تهاني عايزه كل حاجه مظبوط عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي عايزه بريزونس عايزه كلاس مش عايزه ولا غلطه الف الف مبروك يا مدام معجه لطفي بيه ده راجل هايل ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب عقبالكم انتوا كمان قدامكم قد ايه هانت الحمد لله من 3 لسبع سنين كده ان شاء الله اخيرا نعم انت رايح فين حاجه غريبه حد يسال واحد داخل بيته يقول له انت رايح فين فيك الدنيا بتنطط في وشي لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت اتفضل امشي من هنا أمشي واسيب الناس اللي جاية بيتي طب أرحب بيهم حتى احنا برضو ناس بتفهم في الأصول يا رأفت تهاني يلا طلعوا برا محسن ده ايه المفاجأة الحلوة دي يا فندم ازيك يا تهاني ازاي لا 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 معقولة ده رب تعيالي النهارده يا باشا ازيك يا رأفت وازاي امك الحمد لله كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعه السرير وكياس المخدات جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا طلعت متعسره اخرى وعملت ايه ابدا جت استلفت من امي يلا بره بره طب ثانيه واحده بره ثانيه واحده والنبي يا مدام اتصور مع الباشا امسك دي صورني يا رأفت مع الباشا الضحكه الحلوه بقى يا باشا يلا امشي بره انت وهو يلا والله عيال زي الفل انا بحب العيال دي قوي بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه شو بيحبوا بعض قد ايه ربنا يسعدهم يا رب بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي هنا
لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين.